عليهم ملوك الصلاة، ملوك الأرقام القياسية، الماسترز، قول عليهم زي ما تقول، المهم إنهم أبطال القلعة الحمراء، القلعة اللي هتفضل شامخة بجنودها في كل الألعاب والانتصار في كل البطولات ايا كان مين المنافس. اهلا بيكم يا حريفه في حلقه جديده من ملعب الحريفه، وان شاء الله يوم جديد وحلقه ممتعه. اهلا بيك يا هنود. اهلا بيك يا اميره، واهلا بكل جمهور النادي الاهلي من كل مكان. مليون مبروك لرجال طايره الاهلي على البطوله الاولى من نوعها في مصر. دايما مشرفينا ودايما رافعين راسنا. معانا النهارده مواضيع واخبار كتير، خلونا نبدا حلقتنا ونروح نشوف معانا اخبار ايه النهارده في السريع.